منور يا عرفات. نورك يا حاج. عرفات راجل طيب وتلميذ الشيخ مدين ومحترم ومؤدب، وانا بصراحة ربنا شايفه ان احسن واحد يقعد مطرح الشيخ مدين. ها الشيخ بحار جربناه وقلنا وصية الشيخ مدين تمشي، لكن هو خالف الوصية وطمع في اللي مش ليه. يعني انا راضي ان عرفات يبقى هو شيخ جزيرة غمام، راجل في حاله، ولو حد عايز يسأله في امور الدين في فتوى يلاقيه من غير طمع في الدنيا، واللي عنده اعتراض يقول اللي تشوفوه انا موافق عليه. عرفات راجل وعلى راسنا، راجل محترم وكلامك يمشي على الراس. ايوه حاج عاجبني، بس عرفات ده لا شفنا عليه عيل ولا عمره اتكلم في الدين، ده حتى شيخه ذات نفسه الله يرحمه ما عطاهوش حاج، نقوم نجيبه ونمشي اخوه علينا وهو ما يعرفش يقول كلمتين على بعض. يعني اغلبكم موافق. مبارك يا شيخ عرفات. الراجل اللي كلامه ملهوش عازه يبقى هو ذات نفسه ملهوش عازه. بيتي اولى بيه. سلام عليكم. اقعد يا بطلان اقعد. قعدتوا في بيتي سوا، تمشوا باذني سوا. اقعد اقعد يا حاج بطلان اقعد. طب هو مش مفروض عرفات اللي هو انا يعني يرضى ويقبل الاول؟ يا حاج جبتش حاجه من عندي؟ رضينا بعرفات وعرفات ما رضيش بينا. انا اقبل بس بشروطي. مال ايه شروطك يا شيخ عرفات؟ اول شرط، انا مش شيخ. جزيره غمام مش عايزه شيخ، شرع ربنا باين، كل الناس عارفاه من كبيرهم لاصغرهم، وانا راجل عادي ماليش مصلحه ولا عايز راتب ولا هاخد من حد ميله ولا هقبل هدايا ولا في حد خلقه ربنا يمشي رايه عليا. يا حاج عجمي، عاوز يركب فوق الكل، يركب فوق راسك انت يا حاج عجمي. ما تسمع يا بطلان، جرى لك ايه؟ كمل يا عرفات كمل. اللي هيشوفه قلبي هقوله، انا لا شيخ ولا ليا دعوه بالدين، لو رضيته بكده انا خدام قلبي، ما رضيتوش انا من طريق وانتم من طريق. واحنا قبلنا يا شيخ عرفات. انا ما قبلش. اقبل انتوا على كيفكم، انتوا احرار، انا لا. انا خلاص خلايقي ضيقه لوحديها من يوم ما راح ولدي والصدر ما عاد فيه صبر. ايه على اخر الزمن جايبين واحد مجذوب عبيط تركبوه فوق راسكم؟ انتوا احرار، انا لا. ومن غير اذن